الوداديه بصفتك قائد للفريق هما وتعليقك على هذا الاقصاء المبكر؟ وبالفعل يعني كيف شاف الجميع يعني مباراه اليوم واخا رغم الفوز ديالنا ما قدرناش نتاهلوا، دونك حنا اللي حطينا راسنا في هذه الوضعيه هذه من اول دور المجموعات. حنا كنتحملوا المسؤوليه كامله في هذا الشيء اللي طرا. كنتمنى الفريق كبير من حجم الوداد خصو يخرج من هذه الازمه كيف كنقولوا، يخرج من هذه سوء النتائج اللي طالعوا هذا الموسم هذا، ونتمنوا ان شاء الله كيف قلت لك نتمنوا فريق كبير ما يطولش في هذه النتائج السلبيه ان شاء الله، ونخرجوا ونعاودوا نرجعوا الامجاد ديال الفريق ونفرحوا الجماهير ديالنا ان شاء الله في المقابلات المقبله وفي الموسم.